أعزائي المشاهدين والمتابعين، حفل تكريم الشاعر الكبير والإعلامي غازي البراك، نلتقي وإياكم مع شخصية كبيرة، شخصية إعلامية عرفتوها في الشاشات وفي اليوتيوب، وأيضا المعروف لا يعرف، العفراني القمي أبو سامي عاتق، أعطيكم اسمه عاتق القمي، يتواجد هذا المساء من أجل تكريم زميله الإعلامي غازي البراك. حياك الله يا أبو سامي. مرحبا ومسهلا أخوي غانم، وأنت غانم على اسمك، وتشرف الليلة بوجودي بين رجال عبس في حائل لتكريم زميلي الإعلامي والشاعر غازي البراك. غازي البراك يستاهل التكريم، رجل خدم قبيلته ووطنه والموروث الشعبي من خلال الإعلام، والزميل بيني وبينه زاد وملح، ويعني تقابلنا عدة مرات وسنوات طويلة في مناسبات بني رشيد ومناسبات القبائل الأخرى، ويستاهل التكريم، وبيض الله وجهه شيوخ وعيان وشعراء ومنشدين ورجال عبس الذين كرموا ابنهم البار اللي خدمهم وخدم وطنه وخدم قبيلته والقبائل الأخرى. وأنا متنومس ومتشرف لوجودي بينكم، وجيتي هنا وجودي هنا أعتبره واجب علي، يستاهل مني أبو يوسف السفر من جدة لهنا، ويستاهل مني أني أغطي حفله، وراح يكون إن شاء الله موجود على قناتي على اليوتيوب. أبو يوسف، أبو سامي، ما رأيك في موقع قناة غازي البراك؟ ماذا تقول؟ قناة غازي البراك من أقدم القنوات على اليوتيوب، وموقعه وتصويره، يعني أنا من قبل 6 سنوات أو 7 سنوات أنا وياه تقابلنا في عدة حفلات البني رشيد والقبائل الأخرى، حتى كان يجينا في جدة يغطي عندنا هناك، ورجل مجتهد اجتهد وبنى اسمه وقناته بجهده وبعرق جبينه، ويستاهل التكريم. يعني أنا ما جيت هنا إلا أعرف أن الرجال ذي يستاهل التكريم، وأقول بيض الله وجهه بني رشيد اللي كرمه. شكرا لك عبر قناة غازي البراك، لقاء شيق مع العفراني القمي، تابعونا لاستكمال هذه اللقاءات.